أدى وفد تركي صباح اليوم زيارة عمل إلى ولاية جابس. Nous avons fait cette visite aujourd'hui à Gabès pour voir les potentiels de coopération de la Turquie avec la zone de Gabès. السوق الأوروبية مهمة ولكن هناك أسواق أخرى أيضا ذات قوة اقتصادية. كيما تركيا. وتركيا ما يستهانش به راه ما يزمناش نقولوا تركيا ونخموا في تركيا نتاع منذ 20 ولا 25 سنه وقلت ارقام اللي هي صحيحه وحتى حد يجم شك فيهم ونجم نعودهم اليوم تركيا هي الكنزيام بويسونس مونديال ماهوش حاجه صغيره والسيزيام اوروبيان مش حاجه نتاع تفدليك راه باش تولي السادس في اوروبا على 28 ولا 29 بلاد شكون قدامها معناها قدامها فرنسا والمانيا وانجلترا واسبانيا وايطاليا وهي السادسه هاو نعطيهم لك حافظهم ضم غير ونمرو 15 في العالم عام الجاي تركيا راهي تترأس الجي 20 معناها تلعب في العشرين الاولين ويبقى السؤال دائما مطروحا حول مصير هذه الزيارات للمستثمرين ومدى تفعيلها على ارض الواقع اي احنا تو نشوف اليوم احنا في حركيه مع البحث على تطوير الاستثمار تاع جهه جابس مع تركيا تعرفوا اللي كونوا التنميه ما يلزمهاش تقتصر على الجوانب الجهويه برك يلزم فتح الافاق وان شاء الله مشروع منا فتح الافاق مع الطرف التركي مثمر ولاية جابس تسخر بثرواتها الطبيعية والبشرية والانفتاح على السوق التركية يمكن أن يحقق الإضافة